عيد المولد النبوي الشريف، هذه المناسبة الدينية التي تحتفل فيها الأمة الإسلامية. هذه المناسبة ليست تعتبر فقط مناسبة يعني على المستوى العالم العربي، بل هي مناسبة يحتفل فيها العالم أجمع. للحديث عن أهمية هذه المناسبة وتاريخها، معنا في الاستوديو السيد عبد الله مشاق، بمدير المكتب الإعلامي في الجمعية الثقافية العربية الإسلامية. أهلا وسهلا فيك. أهلا ومرحبا بكم. كل عام وانت بخير. وأنتم بخير إن شاء الله تعالى. نتحدث بداية عن أهمية هذه المناسبة بالنسبة للأمة الإسلامية. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أنا أشكر لك أخت رندا، وكذلك أشكر لهذا المنبر، هذه القناة الرائدة حقيقة، على هذه الاستضافة والإطلالة في هذا اليوم المبارك، اليوم الذي نستذكر به ولادة أفضل مولود عليه الصلاة والسلام، ونطل على أهلنا وعلى الأمة العربية والإسلامية لنبارك لهم هذه المناسبة العظيمة. كذلك اسمحي لي أن أتوجه بالتهنئة والتبريك باسم جمعية الثقافة العربية الإسلامية إلى سيد البلاد وقائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بمناسبة ولادة جده النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. بداية الكلام عن ذكرى المولد النبوي الشريف والكلام عن ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلام ذو شؤون وشجون ومناسبة لها خصوصيتها على القلب لا شك. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين والمرسلين. الله تعالى أرسل الأنبياء وأرسل الرسل صلوات ربي وسلامهم عليهم أجمعين، أرسلهم للناس وللعباد لما فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة. دعوا إلى الله تعالى وجاءوا بالدعوة إلى الفضائل، كلهم دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كل الأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة ومبادئ واحدة، جاءوا بدين الإسلام، آخرهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث عن الرسول: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. لكن لا شك أن آخر الأنبياء بعثا هو سيدنا محمد، وهو أفضل الأنبياء وأشرفهم وأعلى الخلق أجمعين صلى الله وسلم عليه. أعلم أن الوقت قصير سبحان الله تعالى على الكلام عن مثل هذه المناسبة، لكن لو ذكرنا سريعا عن نرجع للحقبة اللي حقبة ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ياريت تروينا قصة ميلاده صلى الله عليه وسلم. ولادة النبي لم تكن كولادة أي إنسان، وليست كولادة أي مولود جاء إلى هذه الدنيا، فلذلك كان في ولادته عليه الصلاة والسلام حصل من البشائر وحصل من الأمور التي تدل على رفعة هذا المولود قبل أن يأتي إلى هذه الدنيا. قال العلماء الذين ألفوا في قصة المولد النبوي الشريف كالإمام البيهقي في دلائل النبوة وغيره كثير، قالوا حملت آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام، حملت به ليلة الجمعة، أول ليلة من رجب كانت. حصل مع آمنة لما حملت بالرسول عليه الصلاة والسلام أشياء تدل على رفعة هذا الذي في بطنها. كانت إذا أرادت أن تستقي من بئر كان يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إعظاما وإجلالا لهذا الذي في بطنها. وكانت تقول: وكنت أسمع تسبيح الملائكة، وكانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها صلى الله وسلم عليه. ويروى عن كثير من الصحابيات أنهن كنا نسمع يعني من أمهاتهن وممن كان قبلهن أن آمنة لما حملت بالنبي عليه الصلاة والسلام كانت تقول: لم أجد له مشقة ولم أشعر أنني حملت به، يعني من حيث أنها لم تشعر بالمشقة، قالت: ولم أجد له ثقلا. إلى أن وضعته صلى الله عليه وسلم. رأت مما يذكر كذلك في السير أن آمنة رأت في المنام رؤية جميلة، رأت شجرة عظيمة
على هذه الشجرة نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة قد علا ضوءها على الكل. تقول: وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها هذه النجمة الفاخرة إذ سقطت في حجري وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول صلى الله عليه وسلم. لما استيقظت أخبرت زوجها عبد الله بهذا المنام، فقال لها: قومي إلى خليفة ابن عتاب يفسر لنا هذا المنام، وكان ممن عنده علم بتأويل الرؤى في وقتهم. ذهبت إليه فقصت عليه الرؤيا، فقال لها: هذه الشجرة التي رأيتها هو إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن. سبحان الله، يعني بشرهم بقدوم النبي. نعم، لا شك كان هناك إرهاصات وكان هناك دلائل دلت على ولادة النبي قبل ولادته ودلت على بعثته، وكان كثير من هذه الأشياء مذكورة في كتب في الكتب السابقة. لذلك طب حدثنا الآن عن لحظة ميلاده. نعم، يعني شو اللي صار؟ يروى في السير كما ذكرت عند كثير من العلماء أن آمنة لما وضعت النبي قالت: كنت في المنزل وحيدة، منزل جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد المطلب، ومنزل النبي منزل جد النبي الذي ولد فيه الرسول عليه السلام هو قريب من الكعبة، يعني اليوم هو يأتي تقريبا على أطراف بلاط الحرم، وهو اليوم موجود فيه مكتبة اسمها مكتبة مكة المكرمة. هناك ولد النبي، كان يسمى سوق الليل هذا المكان، وعرف فيما بعد بمحلة المولد، وهو مقصد للزوار. اليوم كل من يذهب إلى مكة يذهب إلى هذا المكان، وهو معروف ومشهور عند المسلمين، هذا البيت وهذا المكان الذي ولد فيه الرسول. قالت: تركني عبد المطلب وأبناؤه خرجوا إلى الكعبة. قالت: فبينما أنا كذلك إذ صرت أعرق عرقا شديدا وشكوت العطش، فبينما أنا كذلك فإذ بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأذكى رائحة من المسك الأذفر. قالت: شربتها. قالت: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي. سبحان الله. إلى أن وضعت النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام حصل أيضا في الدنيا، حصل في أماكن كثيرة غرائب وعجائب تدل على رفعة هذا المولود. في هذا اليوم ارتج إيوان كسرى، قصر الملك كسرى ارتج هذا الإيوان وسقطت لحظة منه ولادته. نعم، عند ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام يوم ولادة النبي، وسقطت منه 14 شرفة. له شرف، سقطت منه 14 شرفة، ففزعوا لذلك فزعا شديدا وقالوا: هذا لا شك أن هناك خطب كبير. في هذا اليوم كذلك يوم ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام انطفأت نار المجوس. قد يسمع البعض انطفأت نار المجوس، لكن إن علم المعلومة الأخرى وهي أن نار المجوس هذه التي انطفأت يوم ولادته هي كانت مشتعلة مضرمة منذ 1000 سنة. يا الله، لم تنطفئ قط، كانوا يتعهدون إضرامها وإشعالها، يتوالون على ذلك. نعم، ويبقى يعني واحد بعد الآخر وجماعة بعد جماعة، يعني حاول حتى لا تنطفئ، لكن هم لا يريدون إطفاءهم، كانوا يتعهدون أن تبقى مشتعلة، كانوا يعبدون النار المجوس. يوم ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام فجأة طفئت نارهم، وهذا يدل على الأمر الذي هو عظيم، مثل ما تفضلت في بداية كلامك، ليس مجرد شيء يمر على الأمة العربية بل هو شيء عظيم عم الدنيا بأرجائها. في مثل هذا في يوم ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك صاح إبليس ورن رنة عظيمة، كما صاح يوم لعنة وطرد من رحمة الله، وكما صاح أيضا يوم نزلت سورة الفاتحة وقبل ذلك
صاح يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك أيضا خرج من آمنة لما ولدت الرسول، خرج معه نور عظيم أضاءت له قصور بصرى، بصرى التي في الشام، من مكة إلى الشام، كما ورد في الحديث واحد من الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ فقال عليه السلام دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشارة أخي عيسى، إشارة إلى قوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، حكاية عن سيدنا عيسى. قال ورأت أمي يوم وضعتني نورا أضاءت له قصور بصرى، وفي حديث آخر ورؤيا أمي وكذلك أمهات الأنبياء يرين. فكثير من الأشياء يعني لو أردنا أن نتكلم عنها يطول الكلام. بعض الوقائع اللي حصلت مبشرة في قدوم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في معنا اتصال من عبد الله السواعي. صباح الخير. صباح الخير. يا هلا، اهلا وسهلا فيك، تفضل عبد الله. كل عام انت بخير. كل عام وانت بخير، وصباح الخير لك وصباح الخير لضيفك اخت رندا. شكرا لك. صباح الورد يا ستي. ده يعني من خلالكم كمان، من خلال قناه رؤيا، القناه الوطنيه الاردنيه المحايده، نعايد ونبارك لجلاله سيدنا عبد الله الثاني ابن الحسين وللعائله الهاشميه وكل الاردنيين والأمتين العربية والإسلامية بذكرى عيد المولد النبوي الشريف. الله يبارك في عمرك. الله يبارك فيك ست رندا. ولكن يعني يعني من خلال يعني في هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأمتين العربية والإسلامية وعلى المسلمين أجمع، نتمنى على كل من خلال هذه القناة، نتمنى حقيقة أن يكون هناك، وما رأي فضيلة الشيخ يعني حول إعادة تصحيح العلاقة ما بين الشعوب العربية والإسلامية، خاصة في ظل هذه الظروف، وخاصة أنه إحنا نعيش في ذكرى عيد المولد النبوي الشريف. ما رأي فضيلة هذا الشيخ في هذا الموضوع، في إعادة تصحيح العلاقة ما بين الشعوب العربية والإسلامية، وخاصة في ظل هذه الظروف، في ظل هذه الظروف وفي ظل المناسبة العظيمة عيد المولد النبوي الشريف. شكرا لك أخ عبد الله، وأكيد هلا رح نسمع من الأستاذ عبد الله على هذا التعليق. نعم. هو لا شك أن ذكرى المولد والاحتفال بهذه الذكرى هو أمر ليس مجرد يعني أن نتكلم ومجرد الفرحة، وهذا شيء لا شك موجود وله أثر كبير، لكن هي رمز هذا الاحتفال ودعوة إلى أن نتمسك بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نحن في جمعية الثقافة العربية الإسلامية رفعنا شعار في هذا العام، حب محمد صلى الله عليه وسلم يجمعنا. وهو كذلك أنتوا هلأ قائمين. نعم. الحب النبي صلى الله عليه وسلم يجمعنا. قمنا بهذه الحملة، جزء من هذه الحملة هو توزيع سرر الحلوى في الشوارع وفي الأماكن العامة، في كذلك الدوائر الرسمية وفي الأسواق وفي كثير من المحال. يمكن فيها كمان بروشورات بتحكي عن السيرة النبوية. صحيح. وكذلك مع بروشور فيه كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن أخلاق صاحب الذكرى. طبعا هذه الحملة المليونية التي جابت شوارع جميع محافظات المملكة، ليس فقط في عمان، في جميع محافظات المملكة. وهذه الحملة ليست أول مرة نقوم بها، نحن قمنا بحملات عديدة، منها حملة المولد النبوي المليونية في السنة الماضية، وكذلك الحملة المليونية لتفطير الصوام في رمضان الماضي وغيرها. هذه رسالة حقيقة من الجمعية إلى إظهار الفرح والاستبشار بذكرى المولد النبوي الشريف. كذلك شعار هذه الحملة يحمل رسالة عظيمة، وهي أن نحن في هذه الأيام العصيبة، كما أشار الأخ المتصل، أن نحن اليوم بأمس الحاجة
أن نجتمع وأن نتكاتف مع قيادتنا وأن نتكاتف مع ما يصب في مصلحة البلد، ما يصب في مصلحة الوطن. اليوم بلادنا والأمة إجمالا تمر بمرحلة عصيبة، لابد من إعادة ترتيب صفوفنا. لكن أخي عبد الله، يعني ظهر في أيامنا هاي بأنه في بعض البلدان العربية وبعض المذاهب ترفض الاحتفال في المولد النبوي الشريف، واعتبروه بدعة وليس له أصل في الدين. شو حكم الاحتفال في المولد النبوي الشريف؟ يا ستي، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لا شك أنه سنة حسنة، ويدخل ذلك تحت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم من طريق جرير بن عبد الله البجلي، أن الرسول عليه السلام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فالاحتفال بذكرى المولد وإن كان لم يفعله الرسول أو الصحابة، وهذه حجة الذين يقولون لما نحتفل، الرسول لم يحتفل، نقول لهم كثير من أمور الخير ما فعلها الرسول ولا الصحابة، استحسنها المسلمون والعلماء بعد ذلك فلا بأس بها، وفي حياتنا كثير من هذه الأشياء، منها نقط المصاحف، هذا لم يكن في زمن الرسول ولا الصحابة، حصل في زمن التابعين. فهل نقول لأن الرسول ما فعل ذلك نرده؟ لا. فالاحتفال بذكرى المولد شيء استحسنه العلماء، الأدلة موجودة كثيرة عليها، وله أصل في السنة، منه حديث صيام يوم عاشوراء، لأن الرسول لما وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء سئلوا عن ذلك فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، فقال الرسول: نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصومه. معنى ذلك أن الرسول يفعل الشكر على ما أنعم الله تعالى به علينا في يوم معين، و تكرار ذلك في مثل هذا اليوم. كذلك الاحتفال بالمولد يقع مكانة الشكر لله سبحانه وتعالى وتذكير بتاريخ وسنة لا نبوية شك. طبيعي. فالاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف شيء لا يؤخر الأمة، بل يقدم الأمة، بل نحن بحاجة إلى مثل هذا، والتذكير بأخلاق الرسول وسيرة الرسول ومبادئ الرسول التي علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، فارتفعت بالالتزام بمبادئه وسادوا الدنيا وبنوا وشهدوا أعظم حضارة شهدها التاريخ. وأنتوا بالجمعية الثقافية العربية الإسلامية كمان عم بتشاركونا في تذكير في مثل هذه الأيام المباركة، ودوركم كمان فعال في أنكم جبتونا فرقة إنشاد حتى أنها تنشد لنا الأغاني الدينية والقصائد الفرقة الهاشمية لإنشاد التراث. فرقة عريقة، يعني منذ تأسيس الجمعية شاركت في العديد من الاحتفالات الرسمية الدينية والوطنية. إحنا في هذا العام عندنا تقريبا في كل محافظة عندنا احتفال بذكرى المولد، بالإضافة إلى الحملة التي ذكرت. أنا أحب أن حقيقة أن أعيد وأكرر هذه الرسالة المهمة جدا، والتي نحن نريد أن تصل إلى الناس، أنه نحن وطننا بحاجة إلى تكاتفنا، بحاجة إلى أن نستلهم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يضيء لنا الدرب والطريق الصحيح، وهو العمل لمصلحة هذا الوطن ومصلحة هذا البلد. اليوم الإصلاح الذي يقوم به جلالة الملك، هذه الخطوات الرائدة الكبيرة والجهود العظيمة التي يبذلها جلالة الملك، نحن بحاجة أن نكون مع جلالة الملك جنبا إلى جنب. والإصلاح لا يكون مثل ما بقولوا كبسة زر، من أراد الإصلاح ومن أراد نهضة الأمة فعليه أن يضع يده بأيدي القائمين على هذا الأمر. ولذلك نحن ندعو الجميع ونعيد ونكرر شعار هذه الحملة: حب محمد صلى الله عليه وسلم يجمعنا لما فيه مصلحتنا في الدنيا والآخرة، لما فيه مصلحة ونفع بلادنا وأمتنا العربية والإسلامية. كل الشكر السيد عبد الله مشاق، مدير المكتب الإعلامي في الجمعية الثقافية العربية الإسلامية، شكرا جزيلا لك. وإحنا مباشرة رح ننتقل لفرقة الإنشاد في الجمعية الثقافية العربية الإسلامية ونسمع بعض الأناشيد الدينية. أهيم في مدح الحبيب محمد،
أشتاق للوصل والوصل له باب. يا سائلي كيف الهوى بمؤرق، قلت النوم بالعشق لنا لعجاب. أرأيت إن هدى الماء بسيل أم سكن بريح الصحراء تراب. وتقطع قلب محب مولع برؤيا حبيب حبه للباب. صلى إله العرش على المرتضى، صلى إله العرش على المرتضى. ما عنقت قمم الجبال سحاب. صلى الله على محمد أحمد عالي الجناب. صلى الله على محمد ما بدا بدر وغاب. صلى الله على محمد أحمد عالي الجناب. صلى الله على محمد ما بدا بدر وغاب. يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي، يوم ميلاد الحبيب زاد في قلبي لهيبي. واشتياقي ونحيبي واشتياقي ونحيبي للقباب والرحاب. صلى الله على محمد أحمد عالي الجناب. صلى الله على محمد ما بدا بدر وغاب. صلى الله على محمد أحمد عالي الجناب. صلى الله على محمد ما بدا بدر وغاب. كم به نالت حليما من معانيه العظيمة، كم به نالت حليما من معانيه العظيمة. فيض خير وغنيمة، فيض خير وغنيمة، فهو للخيرات باب. صلى الله على محمد أحمد عالي الجناب. صلى الله على محمد ما بدا بدر وغاب. صلى الله على محمد أحمد عالي الجناب. صلى الله على محمد ما بدا بدر وغاب. أشراقاً ليلتنا بالأمس في مدح الهادي، كيف لا والمصطفى خير الورى ذو البرق اليماني عن حبيب قد سباني. فتذكرت اجتماعا فشاء
شجاني ما شجاني لمع البرق لأماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا ما شجاني ما شجاني وكحيل الطرف هلا عندكم ألقى التهاني كحيل الطرف هلا عندكم ألقى التهاني كحيل الطرف هلا عندكم شجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني ربنا الخلاق حيا قبر هذه الاماني ربنا الخلاق فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني فشجاني ما شجاني فشجاني كل الشكر لكم فرقة إنشاد في الجمعية الثقافية العربية الإسلامية شكرا جزيلا لكم على هذه الابتهالات اللي قدمتونا إياها شكرا لكم ومتابعين معكم مشاهدينا في هذا التقرير حيث تم توزيع جوائز مسابقة الأميرة عالية للمسؤولية الاجتماعية 2012 خلي كياسك على قياسك وقلل من استهلاكك كان عنوان هالحملة حتى تعرفوا أكثر خلينا نتابع التقرير زميلتنا مي السلاوي